إلى ذلك أكد سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي، أكد أن مشاركة مملكة البحرين في أعمال هذا المؤتمر مهمة جدا، إيمانا من مملكة البحرين بأن منظمة العمل الدولية هي أساس سن التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. مشاركتنا مهمة جدا، ونحن نمثل أحد الأطراف الثلاثة اللي هم رجال الأعمال والحكومات والعمال من خلال النقابات، وإحنا طبعا تواجدنا هنا مهم جدا. نحن نؤمن أن منظمة العمل العربية الدولية هي الأساس سن القوانين والتشريعات اللي ممكن تصب على لصالح الاقتصادات الوطنية، وهنا دورنا مهم جدا من خلال الدول العربية ومشاركات الدول العربية في هذه المحافل بالتأثير على سن التشريعات مناسبة وعادلة تصب في مصلحة الوطن العربي والدول العربية بالخاص البحرين. وهي طبعا توجيهات جلالة الملك في النهج تبعه هو تفعيل دور ريادة الأعمال فيه، وإحنا نعمل على هذه التوجيهات. وتماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة حفظه الله في خطابه أمام القمة العربية لإيجاد البيئة المناسبة لأصحاب العمل في جميع الدول العربية وبمملكة البحرين بالأخص، تنسيق المواقف وإيجاد التشريعات المناسبة، فهذا حقيقة هذا المؤتمر مهم، واللجان المنبثقة يعني مهمة، وأمانة حققنا بعض يعني تطورات على مستوى التنسيق مع دول شقيقة والصديقة، ويعني حريصين أن هذا التنسيق يستمر في جميع اللجان المعنية.